السلام عليكم متابعينا الكرام، أهلا بكم في قناتنا الإخبارية. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا النشاط هذا كيدخل في اطار ذكرى 43 لذكرى المسيره الخضراء المضفره، واللي كتنظمه جمعيه الاورش الاجتماعيه المغربيه فرع عفير بتعاون ولا بشراكه مع مدرسه بدر وجمعيه الاباء ديالها وجمعيه صناع الحياه ديال عفير. والنشاط يعني نشكر الجميع اللي شارك فيه من تلاميذ وادارات تربويه واساتذه ومؤطرين للجمعيات، والحمد لله مر في ظروف جيدة وطاف أهم شوارع المدينة. Thank you.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا نشكر اللجنة الإعلامية على هذه التغطية ونشكر جميع الفاعلين بصفة رئيس جمعية صناع الحياة أحفير وبصفة الكاتب العام لجمعية صناع الحياة المغرب. بالإضافة إلى ذلك نشكر جميع المشاركين في هذا النشاط، جمعية أولياء أباء وأمور ومدرسة بدر والمؤطرين مدرسة بدر، بالإضافة إلى جمعية أوراش التنمية فرع أحفير. نشكرهم جميعا على هذا النشاط الذي كان جد رائع، بخصوص المسيرة الخضراء في الذكرى 43 للمسيرة الخضراء. نتمنى أن نسير على هذا المنوال بمدينة أحفير ونخطط من أجل مشاريع ثقافية وتغييرية لمدينة أحفير، وشكرا لكم. نشكر جميع الفعاليات اللي شاركت في هذا النشاط اليومي بمناسبة ذكرى 43 للمسيرة الخضراء، وفي إطار الاحتفالات التي تقوم بها جمعية أباء وأولياء التلاميذ مع شراكة مع جمعية أوراش وإخوان كاع جمعيات اللي ساهموا بعيد وقريب. نحن الآن في إطار هذا الحفل البهيج نجسد المسيرة الخضراء المظفرة التي أبدعها صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله، ويسير الآن صاحب الجلالة الحسن محمد السادس نصره الله. في هذه الرتبة نشكر الجميع، ونشكر جميع من سام بعيد، ونشكر تلاميذ مدرسة وموظفي وأساتذة مدرسة بدر، ونشكر الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا متابعينا الكرام، إذا كانت هذه أول مرة شاهدتوا الفيديوهات ديالنا، المرجو الاشتراك في القناة ودعمنا بلايك، شكرا لكم.